العظام والهيكل العظمي هي الجزء الصلب في جسم الإنسان، أو هي الجزء الأصلب والأمتن في جسم الإنسان، وهي اللي بتحافظ على الطول تبع الإنسان لفترة أطول. ممكن نقصر وممكن نطول إذا إحنا حافظنا على الهيكل العظمي. تابعوني في هذا الفيديو حتى نعرف معلومة مهمة جدا تتعلق بكثافة العظم وكتلته المرتبطة بما يسمى هشاشة العظام وخطورتها على صحتنا وعلى النساء بالذات كل ما كبروا. أحبتي، أهلا وسهلا بكم في قناتنا على اليوتيوب، قناة الدكتور رمضان شامية، فتحية وإكرام لكم في كل مكان. العظام، ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم، تحتوي على 22% منها مية. تقولوا معقول هالكتلة الصلبة هذه القاسية فيها مية؟ نعم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما هو هذا موضوعنا؟ العظام ليس كالسيوم فقط، بل تحتوي على بروتين وربما أعلى من الكالسيوم. البروتين ألا وهو الكولاجين، تحتوي على معادن أخرى. نعم، أعلى المعادن الموجودة هي الكالسيوم، لكن هناك الفوسفور، هناك المغنيسيوم، هناك البوتاسيوم، هناك السيليكا، وهذول كلهم مهمات جدا. هل تدرون أنه لولا الله أولا وأخيرا ثم المغنيسيوم كان جسمك على طول بتكسر زي البسكوت؟ يعني الكالسيوم بصلابته سهل الكسر. طب إيش اللي بيخليه يتحمل الصدمات وبيخلينا نجري ونقفز؟ لو ما فيش المغنيسيوم كان من أقل قفزة وأقل صدمة بتنكسر. يبقى وجود المغنيسيوم عنصر مهم جدا للمحافظة على صلابة ليونة العظام. كيف صلابة وليونة؟ العظم بصير أنتي كونكشن لما نقبى فيه المغنيسيوم بالنسب تبعه الممتازة جدا، يعني بيتحمل الصدمات، ما بينكسرش بسرعة إذا في المغنيسيوم. طيب إيش اللي بيحصل في جسمنا؟ إحنا وإحنا صغار في بطن أمنا بيكون الكالسيوم نمتصه والغذاء من الأم مباشرة من خلال البلاسينتا أو ما يسمى المشيمة. بيخرج الطفل من بطن أمه بيأخذ الغذاء حليب. فهنا أول معلومة يجب أن تدركوها، إنه امتصاص الكالسيوم من الحليب أفضل من اللبن. لذلك الرضاعة الطبيعية مهمة جدا لتقوية العظم والجهاز العظمي عند الإنسان. كبر الإنسان وصل سن البلوغ، ابتدى يطول في هذا السن إلى أنه الذكر والأنثى، هذه أحكيها حلقة خاصة عن الطول. الذكر والأنثى في سن البلوغ وما بعد سنة ونص إلى سنتين ونص بيبقى حاصل على 90% من طوله، ثم لغاية سن 18 أو 19 سنة بيكمل 10% الباقية. طيب النساء بعد 40 بيبدأ هرمون الاستروجين عندهن يقل، وهنا بتبدأ المشاكل. لماذا ذكرت الاستروجين وفي سن مبكر عند النساء؟ لأنه هو العامل الأساسي اللي بيسرع عملية تكثيف الكالسيوم والمعادن في داخل العظم وفوق الشبكة الكولاجينية، اللي هو الكولاجين اللي بيترسب عليه الأملاح المعدنية اللي ذكرناها عشان يقوى العظم وتزيد كثافته. مدال قل الاستروجين، وقلنا انه الجسم بيظل يستبدل الخلايا تبعته، فبالتالي حيقل الكالسيوم من العظام مع قلول الاستروجين، وبيصير المستهلك اكثر من اللي بيدخل. عند سن 50-55 سنة توقف الطمث، توقفت الدورة الشهرية عند النساء، معناها توقف الاستروجين. بالكثير 5 سنوات بتبدأ المرأة ايش تعاني من مشاكل ضعف العظم وهشاشة العظام، بتبدأ يظهر عليها العوامل التالية. رقم 1، ترى المرأة قصرت في طولها وابتدى ظهرها ينحني قليلا، وأي زحليقة وقعت فيها حوضها بينكسر. من أي مكان بينكسر؟ من عظمة الفخذ العنق تبعها مع التقائه مع عظم الحوض. دائما كل الستات اللي تعدن 50-55 سنة بيعانن من هذا الكسر، لذلك ننتبه من هذه المعلومة. طيب الرجال، متقصد النساء انت ليش؟ الرجال بيظل هرمون التستوستيرون عندهم لغاية 70 و75 شغال بقوة طالما البروستاتا سليمة وغذاءه سليم والخصية سليمة، ما تعرضتش إلى تليف أو ضربات أو إشعاعات أو عمليات أو جراحة أو دوالي خصية أو
إلى غير ذلك من القصص اللي ذكرناها في فيديوهات سابقة. بيظل هرمون التستوستيرون عنده سليم، طول ما الهرمون الذكوري عنده سليم وعملية التكلس بتظلها سليمة عنده، بشرط أنه في ممارسة الرياضة على الأقل، رياضة المشي والنوم المبكر اللي هو من الساعة 10 8 ساعات، علشان تصير تظل عملية التكلس كلها سليمة في الجسم. نرجع إلى النساء اللي إحنا بنعاني دائما من مشاكل هشاشة العظام معاهم. ما هو هشاشة العظام وكيف بتحصل هشاشة العظام؟ هشاشة العظام هو نقص الكتلة العظمية في داخل العظمة، بمعنى نقص الكالسيوم بما فيها من أملاح معدنية. طب ليش بتصير مع التقدم في العمر ونقص الاستروجين بالذات احد المسببات؟ زائد انه في عندي انا نوعين من الخلايا العظمية، حاجة اسمها اوستيوبلاست، خلية بنائية تبني العظم، اوستيوبلاست الخلية المولدة للعظم، وعندي خلية اسمها اوستيوكلاست الخلية الهادمة للعظم. كل واحدة إلها في سن وأنا في مرحلة نمو بتظلها تمشي هذه الخلية لغاية سن 25 سنة، قلنا 19-21 سنة طولك بثبت مهما عملت من أي شيء، وحنحكي هذا في فيديو منفصل عن الطول. عند سن 30 بتبدأ خلايا الأوستيوكلاست هي اللي تكثر، إلا إذا أنت حافظت على نوع من الغذاء اللي دائما تستبدل وتضلك مزود الأوستيوبلاست. الأوستيوبلاست هي تعويضية وليس لبناء الطول، الأوستيوكلاست هدمية تهدم الخلايا العظمية، فدائما أنت محتاج عناصر غذائية تحافظ لك على الكالسيوم عشان يظل البناء وامتصاصه. فبالتالي محتاجين فيتامين د، فيتامين كاف 2، مغنيسيوم، بوتاسيوم، سيليكا، زائد مين؟ زائد الكالسيوم الفوسفور، ما تقلقوش عليه، بتاخدوه من كل شيء، في اللحمة، في البيض، في الحليب، في الخضروات، وسهل الامتصاص، بيمتص منه من 85-90%. لكن المصيبة في امتصاص الكالسيوم بتزيدش عن 10%، وكل اللي ذكرناه بيأثر على امتصاص الكالسيوم، وهذا بده حلقة منفصلة بإذنه وتعالى، وخاصة للجيل الصغير لليافعين. طيب نرجع إلى موضوعنا، عندما ينقطع الطمث والدورة الشهرية عند النساء بيقل الاستروجين، انا عايز احافظ عليها، بالتالي انا عايز اعالج. اول خطوة بدي اعالج فيها النساء او امنع حدوث هشاشة العظام، بقلل الأغذية الحمضية وبعتمد على الأغذية القلوية. ليش بقلل الأغذية الحمضية وإيش هي الأغذية الحمضية؟ الأغذية الحمضية هي الأكل الحيواني وخاصة اللحوم، لذلك لما تكلمت في فيديوهات عن اللحوم وراجعوها قلت إنه هذا فيه أضرار بالتالي انتبهوا منه، وما ذكرتش إيش هذه الأضرار غير تأثيرها على الكلى. لكن من ضمن الأضرار حموضة الدم، إذا الدم البي اش تبعه انخفض يعني صار حمضي ممكن يجي لنا يا جلطة يا سكتة دماغية، تلقائي الغدة الجردرقية بتنشط، بتروح ساحبة كالسيوم من العظم عشان تعادل حموضة الدم وتحافظ على البي اتش تبعه اللي هو 7.31 إلى 7.41، يعني قلوي ضعيف. بالتالي إذا ظلت الدم بهذا المستوى حياتنا بتظلها ماشية، لكن أحساب مين؟ أحساب العظم، ما بتحسش إنه الكالسيوم انسحب من العظم تبعك. عشان هيك بنقول كل الأغذية القلوية. ما هي الأغذية القلوية؟ هي الخضروات والفواكه هي اللي بكثرة، وابتعد أو قلل وخاصة في السن الكبير، ابتعد عن الأغذية الحمضية اللي هي البروتينات والأجبان والألبان وإلى غير ذلك. طيب أنا بأستخدم الآن الأغذية القلوية في غذائي، طيب بدي شيء مخصص للنساء اللي انقطعت الدورة عنهم، في حاجة اسمها بذر الكتان، بذور الشيا، حب الرشاد كمصدر للبورون، عنصر البورون مهم جدا كمولد أو بديل لمين؟ للأستروجين. الأستروجين مهم جدا عشان التكلس، فعنصر البورون مهم جدا عشان يقوم محله في عملية إدخال الكالسيوم للعظم وتقوية العظام. عشان هيك بنقول وصفة من حب الرشاد، معلقة بنطحنها بنحطها على السلطة أو بنحطها مع كاسة حليب، والأفضل إني أعمل في الفترة المسائية، يعني لو حطيت حب الرشاد العصر مع سلطة الغداء أحط معاها بذر كتان ومعلقة سمسم مع السلطة، نعم مع السلطة، بالمساء أعملها مع كاسة حليب أو بدون كاسة حليب، مع اللوز، مع التين المجفف،
مع الشومر، محبة البركة، محبة الرشاد، أعمل خلطة للكبار السن مع زيت الزيتون علشان أضمن امتصاص الكالسيوم وما فيها من فيتامينات تذوب في الدهون. الكالسيوم اللي موجود في السمسم عضو سريع الامتصاص، الكالسيوم اللي موجود في الخضروات أيضا سريع الامتصاص، فأكثر من أكل الأوراق الخضراء، الخس، السلق، السبانخ، الملفوف، الكرنب، ورق العنب، كل هذه مفيدة جدا في عملية التكلس والمحافظة على قلوية الدم أو على توازن الدم ومنع إيش مشاكل سحب الكالسيوم من العظام. وهذا الوصفة اللي فيها حبوب الرشاد وفيها بذر الكتان وبذور الشيا هي تعتبر العلاج الأفضل، مع ملاحظة أنه لا سمح الله لو صار هناك قصور أو غيره ليس من السهل التئامها إلا في وجود الهرمونات، والهرمونات اللي أنا محتاجهم هنا اللي هو فيتامين دال 3 اللي أنا بستخدم جسمي بيصنعه من الشمس، وهرمون الكلسوتينين اللي بيعطى عن طريق نقط في الأنف أو بالطرق اللي بيرتئيها الدكتور المختص. لذلك ننتبه من هذه المعلومة اللي بتخص كبار السن نساء أو رجالا. نسأل الله الشفاء والعافية لجميع الناس، وتقبلوا تحياتي مع فريق العمل، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، انشروا ما يصلكم، ولكم تحيات الدكتور رمضان شمية.